بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي. النهاردة يا شباب هنكمل مراجعة على المحادثات موضع اختبار في امتحان نصف العام بإذن الله. إيهاب بوت a new mobile، إيهاب اشترى موبايل جديد. طبعا عشان تفهم المحادثة كلها لازم تقرأ رأس المحادثة عشان تعرف أنت هتتكلم عن إيه. فطبعا هنا بيقول لك ايه، ايهاب بوت، ايهاب اشترى a new mobile، اشترى موبايل جديد. يبقى انت عارف المحادثه تبقى عن ايه. طبعا المحادثه تبقى بين صديقين اللي هو سامح وايهاب. سامح بيقول له ايه، بيقول لي ايهاب جود مورنينج ايهاب، صباح الخير يا ايهاب. طبعا سهله، ايهاب هيقول له جود مورنينج سامح. فسامح طبعا ام قايل لايهاب ايه، وات a نايس موبايل، يا له من موبايل جميل، او يا له من موبايل لطيف، او بالبلدي ايه الموبايلات الحلوه دي. When did you buy it، متى اشتريته. طبعا سامح سال عن الزمن، قال له وين. تعال نشوف ايهاب هيقول له ايه. ايهاب قال له I bought it، انا اشتريته yesterday، امس. دي الاجابه. لاحظ ان فعل buy جبناه في الماضي لان فينا did. يبقى تاني ايهاب قال له ايه، قال له I bought it، لقد اشتريته yesterday، أمس. فطبعا سامح هيسأله سؤال، ما تسألش السؤال لما تشوف الإجابة. فإيهاب قال له إيه، it is 1500 pounds، بألف وخمسمائة جنيه. يبقى يسأل عن السعر، سهل أوي يا شباب. فسامح هيسأله، قال له إيه، how much is it، ما سعره. ماشي يا شباب. فسامح هيطلب من إيهاب سؤال، هيقول له إيه، Can you come with me، ممكن تيجي معايا، to buy one، كي نشتري تليفون مثل اللي معاك. طبعا ده طلب، يا هيوافق يا ما يوافقش. طبعا هيوافق. عشان يوافق الطلب يقول له، هبيقول له ايه، yes of course، نعم بالطبع، لانه وافق انه يروح معاه. ام سامح سأل ايهاب سؤال، قلنا ما نسألش السؤال الا ما نبص على الاجابه بعد. ايهاب قال له ايه، We can go this evening، نستطيع أن نذهب هذا المساء. يبقى إيه this evening، هذا المساء. يبقى نسأل بكلمة إيه، أي when can we go، متى نستطيع أن نذهب. قال له إيهاب، قال له إيه، We can go this evening، نستطيع أن نذهب هذا المساء. فسامح قال له إيه، Thank you، شكرا. فإيهاب هيقول له إيه، طبعا مشهورة أوي يا أولاد. إيهاب هيقول له إيه، You are welcome، على الرحب والسعة أو العفو. طبعا ده سؤال بنسبة كبيرة جدا محتمل يجي في امتحان نصف العام في جميع المحافظات تقريبا. شكرا يا شباب، وإلى اللقاء في الدرس القادم مع تحيات قناة مستر محمد القشاوي التعليمية.